بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حوار جديد ويعني إبحار جديد مع الهدى في طريق القرآن، وأسئلة كثيرة يطرحها صديقي ونجيب عليها في قصة بني إسرائيل. القصة بتاعت بني إسرائيل يعني قصة مهمة جدا، لأنها قصة بعد كده بتتكمل لغاية ما توصل لسيدنا موسى. قصة مؤمن بيها جميع الأديان. أنا يعني قريت القرآن كتير جدا، لكن لما بتقرأ مع حد ما قرأوش قبل كده بيبقى الموضوع مختلف، يعني إحساسي مختلف. إحنا بنجيب قصة مشتركة في الأول وحوار مشترك داير بين ثلاثة من أكبر ثلاثة أديان في الأرض الآن، اليهودية أو يهود والمسيحيين والمسلمين، بنتكلم على حوار مشترك إلى أن نصل إلى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. فاحترام أهل الكتاب، يعني فكرة أنك عارفين لما تقدر أهل العلم حتى لو مختلفين معاك، فتقدر أهل العلم حتى لو مختلفين معاك، دي حاجة ممكن نتعلمها الآن في الطب والهندسة والفلك. لما بتلاقي حد كده عالم في مجال معين ولا عنده فكرة في مجال معين وتحترمه وتقدره وتحترم علمه والحوار معاه مختلف، فكأن القرآن يعلم إنه البحث عن المناطق المشتركة شيء مفيد جدا، بتقدر تتعلم منه حتى لو في الآخر كل واحد استل. ربنا بيقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، استل هيفضل فيه أديان مختلفة، لكن بتتعلم من القرآن احترام أهل العلم. هي فكرة أهل الكتاب دي معناه أهل العلم اللي كان عندهم كتاب في السابق. فخدنا قصة مشتركة بنحكيها من منظور مختلف، من منظور الدين الأخير للأرض، وهو بيتكلم على القصة دي. القصة مشوقة قوي في البداية، تبتدي من يوسف عليه السلام، لكن عشان يوسف يعني ما هوش نقطة محورية بالنسبة ليهود، بالنسبة لأهل الكتاب يعني، فالموضوع ابتدى من إسرائيل وابتدى من بني إسرائيل اللي هم ولاد يعقوب اللي منهم يوسف عليه السلام. القصة بتقول إنه لما نجح يوسف في مصر نجاح شديد، زي ما انتوا عارفين قصة يوسف ناس كتير جدا تعرفها، بدأ يستعين بي أهل مصر في الوقت ده، وكان أهل مصر في الوقت ده مش من المصريين، الحكام في مصر في الوقت ده ما كانوش من الفراعنة أو من ليهم علاقة بفرعون، يقال إن كانوا الهكسوس، كانت ساعتها مصر محتلة أو القائد بتاعها مختلف. فاستعان ببني إسرائيل بإخوات يوسف عليه السلام لما نزلوا من أهل المقدس أو من بيت المقدس إلى مصر. فربنا بيفكر بني إسرائيل بحكاية لطيفة، فكرة إنه اللي نزلكم مصر هو الله، واللي خرجكم من مصر هو الله. لما بتعتمد على فكرة إنك لا شفت أنا معتمد على الحاكم في الوقت ده، إن كان بيحب يوسف عليه السلام لما قال له جعلني على خزائن الأرض، ما أنتوا عارفين، فمن اعتمد على الناس هلك، اللي بيعتمد على الناس بيهلك، اللي ما بيبصش ما بيشوفش الله وراء الأحداث بيتعب. فعشان كده بيقول لهم ايه بعد ما قال امبارح على اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين، وكأنه بدأ يسرد الافضال دي والنعم واول شيء كان واذ نجيناكم من آل فرعون. كانوا بيعملوا ايه آل فرعون في الوقت ده؟ يسومونكم سوء العذاب، كانوا بيعذبوهم عذاب شديد، يذبحون أبناءكم، بيقتلوا الولاد الذكور، لأن قيل إن فرعون رأى رؤية إن ملكه سينتهي على يد ولد يعني ميل يعني،
من بني إسرائيل، فبدأ يقتل الولاد. يقال إن دي رواية مش أكيدة لكن رواية مشهورة، فبدأ يقتل الولاد ويبقي البنات أحياء، لكن ما قدرش يقتل موسى لأن ربنا نجى موسى لما إيه وألقيه في اليم، والقصة اللي هتيجي في كذا مرة في القصص وطه وغيره. قصة مشوقة جدا لما حكيتها له، طبعا كان بالنسبة له سربرايزنج يعني. البداية ابتدت بداية مختلفة، وبعدين نجاة موسى نفسها نجاة مختلفة، وبعدين نجاة بني إسرائيل في العموم، لأن ربنا نجاهم بنفسهم، نجاهم منهم، فطلع منهم من الضعف ده القوة. ودي مصدر إلهام القرآن ومصدر إلهام الأقدار. الأقدار عموما ما بتجيب لكش الهيرو الزعيم، لا لا لا، بتجيب لك دايما حاجة من منتهى الضعف يطلع مصدر القوة. يا ترى كان ايه منتهى الضعف ساعتها؟ زي ما كتير الناس شايفة الستات، فطلع من أم موسى ومن أخت موسى ومن امرأة فرعون. ثلاث ستات كانوا مصدر قوة لبني إسرائيل ان يطلع وينجى موسى فالستات هم ربنا ما جابش سيد ابو موسى، لا اتكلم على ام موسى واتكلم على اخت موسى قصي وعلى زوجة فرعون، كانت هي السبب في هز ملك فرعون. فالضعف اللي بيجي منه القوة بتعرف على طول ان من وراء الاحداث تجد الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون، احنا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لازم تفتكر الله حين البلاء. الواحد بيبتلى كتير جدا ولما بيطلع من البلاء ما بيفتكرش هو طلع ازاي، وكأنه بيحس الشيطان برضو، خلي بالكم مدخل من مداخل الشيطان ان يحسك بذاتك حين النجاة، يقولك لا ده انت عشان عملت الحركة دي، ده انت عشان على فكرة عشان انت ذكي، وطبعا هتفرح قوي، ده انت بس عشان انت الحتة دي من مخك، الحتة ده انت عبقري. طب هو مين اللي اداك عقلك؟ مين اللي اداك التفكير؟ لكن تجد دايما في رسالة كده في اي بلاء ان النجاة تأتي من حيث لا تحتسب. هو ده اللي حصل مع بني إسرائيل، هما كانوا يحتسبوا أن أم موسى وأخت موسى وزوجة فرعون، قمية كم التناقض الموجود، وزوجة فرعون آسيا تكون هي سبب نجاة موسى اللي على يده يهلك فرعون، واخدين بالكم؟ فعشان كده إيه، لو أرادها الله لكانت. دايما حط في بالك الكلمة دي، والله لو أرادها الله لكانت، وتيجي من حيث لا تحتسب. ولذلك ادعي دايما الدعاء 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 الدعاء، لان هي برضو ام موسى دعت وانكسرت، والانكسار سبب النجاة، وده برضو سر من الاسرار القرآن. كلما تنكسر الى الله وتتذلل اليه كلما ينجيك، كل عارف اللي هو ليس لك من الله كاشفة، ليس لها من الله الا اليه. لو اتحطيت في الوقت في الموقف ده انك كل اللي حواليك بيقول لك لا مفيش حل، كل اللي حواليك بيقول لك كده مفيش حل، وبدات تلجا الى الله لجوء المضطر، من يجيب المضطر اذا دعاه هينجيك، وهينجيك بمعجزه، هينجيك بحاجه تخالف الاسباب. انت بتاخد بالاسباب 100% وبتدعي، بس هينجيك بحاجه تخالف الاسباب وهينجيك بمعجزه عشان تلجأ إليه. عشان كده لازم تبقى عارف إن البلاء إيه؟ له سر. البلاء سره الأعظم أن تعرف الله، أن تعود إليه. عشان كده كان عايز يرجع بني إسرائيل، فدي مسألة مهمة جدا. فبعد ما قال، اتكلمنا امبارح عن ذكر النعم وعلى عدم التعلق بالبشر، طيب إزاي ما تعلقش؟ هيعالجها لي إزاي؟ هتلاقي كل اللي حواليك مش موجودين، او كل اللي حواليك ضعف او غيره، فتلاقي نفسك ليس لك من الله ايه، ليس لك من الله كاشف. فعشان كده انت بتتعرف من خلال القرآن على ايه، مداخل الشيطان وكيف تقاومها. ايه مداخل الشيطان هنا؟ مداخل الشيطان هنا ان يحسسك ايه بذاتك عند انكشاف البلاء. طيب وازاي تقاومها؟ انك تنكسر الى الله وتذلل الى الله
وتعرف ان ليس لها من دون الله كاشفه تتحلى على طول. فده درس من الدروس المهمه، نكمل بكره ان شاء الله.